طواف الرياضية بقفصة فوزا مهما على مضيفه الملعب التونسي بهدفين لهدف في افتتاح الجولة 19 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. وانتظر الملعب التونسي الدقيقة 23 لافتتاح النتيجة بواسطة محمد السليتي. 5 دقائق بعد تمكن أيوب الكرامتي من إدراك التعادل للقوافل لينتهي الشوط الأول على نتيجة هدف من الجانبين. وفي الشوط الثاني مع الدقيقة 85 استغل فريق القوافل النقص العددي للملعب التونسي بعد إقصاء لاعبه مارسيل كواسي ليسجل هدف الفوز عبر أيوب الكرامتي. وبعد هذا الفوز انفرد القوافل بالمركز 11 مؤقتا برصيد 20 نقطة وينقصه لقاءان. في المقابل تجمد رصيد الملعب التونسي عند النقطة 28. وفي لقاء آخر لحساب هذه الجولة تعادل أمل حممسوسة مع الترجي الجرجيسي بهدف من الجانبين. وافتتح وليد الظاهر نتيجة بكرة مرتدة من الحارس إثر تصديه لضربة جزاء في الدقيقة 18 قبل أن يتوصل نافع جبالي إلى إدراك التعادل للترجي الجرجيسي في الدقيقة 50. هذا وتدور غدا الدفعة الثانية من هذه الجولة ويحتضن الملعب الأولمبي بالمنزل لقاء النادي الإفريقي ونادي حمام الأنف. ويستضيف النادي البنزرتي مستقبل المرسى وتستقبل شبيبة القيروان النجم الساحلي. ويلاقي النادي صفاقسي الترجي الرياضي التونسي. ويتحول الأولمبي الباجي إلى جابس لملاقاة مستقبل المكان. وتدور جميع المقابلات بداية من الساعة 3 بعد الزوال دون حضور الجمهور.